برحب بيك مرة تانية كابتن هيثم، وبرحب بضيوفك الكرام. ومعانا واحد من نجوم الجهاز الفني، شادي فهيم، المحلل التقني للفريق. والحقيقة انه اكيد دور المحلل التقني للفريق يعني من ورا الكواليس بقى اكيد في حاجات كتير وشغل كتير احنا ما بنشوفوش، وبنشوف يعني الحمد لله المكسب على طول. طبعا برحب بيك معانا الاول في شاشه قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك وشكرا جدا لاستضافتي. شكرا لحضرتك. كلمني بقى عن طبيعه العمل داخل النادي الاهلي وطبيعه عملك تحديدا، لان انت عملك يعني اكيد مش ناس كتير ممكن تكون بتحس بيه، بس هو ملموس، بنشوفه في الاخر، بنشوف النتائج، بنشوف يعني الارقام والتحليلات دي كلها. شكرا لحضرتك. طبعا هو دور المحلل التقني هو دور اداء مساعد، يعني اسيستنت للكوتش. هو بس الهدف منه ان احنا نقدر نطلع رؤيه واضحه للاحصائيات بتاعتنا، تقييم كل اداء اللعيبه بتاعتنا للفرقه والفريق الخصم. هو بيقدر يساعد المدرب ان هو يقدر يحط استراتيجي كويس او يحط خطه للفرقه اللي بعدها، للماتش اللي بعده. طبعا بيبقى بالنسبه برضه للعيبه بيبقى الرؤيه اوضح، ان هو بيخش في المحاضره وشايفين الماتشات كلها ماشيه ازاي، شايفين اللعيبه هيلعبوها عامله ايه. طبعا الحمد لله ان دلوقتي الناس كلها بدات تنتبه لموضوع ان في تحليل تقني في الفرق، وبقى اعتمد عليه اعتماد كلي، يمكن عشان برضو المدرب اجنبي، فهو اوريدي الموضوع دوت ادمنت اون عليه من فتره طويله. هنا في مصر الثقافه انتشرت جدا، بقى تلاقي اغلب المحللين موجودين في كل الفرق دلوقتي، في منافسه كويسه. الحمد لله النهارده كنت مبسوط جدا باداء الفرقه عندنا، ثقه جامده جدا، داخلين بقوه، بدايه مبشره بدايه البطوله. دعوات حضرتك ان شاء الله بطولتك على خير. طيب كلمني بقى عن يعني اكيد كل مباراه ستيب باي ستيب، يعني انتوا بناخد، احنا تعودنا كده طبعا في الاهلي، وطول الوقت لما بنعمل لقاءات مع كل نجوم الاهلي في جميع الالعاب بنبدا يعني ما نتكلمش في الماتش اللي بعده، لا احنا في اللي جاي، ويعني ترتيبات معينه اكيد انت هتكلمنا عليها احسن. وده بالفعل هو اللي بيحصل، يعني حتى الكابتن فرناندو وهو والجهاز المساعد، المدير الفني والمدرب والمساعد، بيركزوا قوي على احنا ماشيين ازاي، الباث بتاعنا خلال البطوله، بيشوفوا احنا المجموعه بتاعتنا هنقابل مين فيما بعد، هيبدا نشتغل على انهي مباريات فيما بعد، بحيث ان احنا نبقى ماشيين الستيب باي ستيب ماتش بماتش. هو مش بيبقى عايز يبص على الاند اوف شامبيون، عايز بس يشوف الاول احنا هنبدا نقابل مين. وهو في ميزه كويسه، ما بيستهونش باي فرقه تيجي قدامنا، سواء كانت خصم قوي او خصم ضعيف، لا هو بيرتب لها ترتيب كويس قوي، نبدا نقعد نشتغل عليها ماتش واثنين وثلاثه، نبدا نحط الاحصائيات كلها في ناتج واحد، وهو يبدا يراجعه ويبدا يحط عليه البلان اللي هو بيشتغل عليها. طيب يعني المباراه النهارده تبدو سهله يعني، بس اكيد كان في تحضيرات كتير. هو في الاغلب المباريات بتاعت احنا تعودنا على المباريات اللي موجوده في البطولات الافريقيه بتبقى في البدايات كلها سهله، يعني طبعا بيبقى في فرق المستوى بتاعتها مش احسن حاجه. طبعا مش قصدي ان هم مش احسن حاجه، قصدي مثلا السكيلز او المهارات بتاعتهم بتبقى مش اللي هي خاصه بالنهايات. هو بيبدا الموضوع بيبدا يخش في سسبنس بقى من اول السيمي فاينال والفاينال، هو ده بتلاقي المجموعه اللي هي المجموعه الفرق اللي هي بتوصل لاعلى مستوى في البطوله، هم دول اللي بيركزوا مع في النهائيات، ودول احنا بنترجتهم من البدايه. بس طبعا في الاول برضه زي ما بقول لك احنا مش بنفوت اي مباراه، خطوه بخطوه لحد ما نوصل للنهائي. طبعا بشكرك جدا وسعداء ان انت موجود معانا في قناه الاهلي، بشكرك جدا. شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا لحضرتك.